محمد عبد العظيم اتفضل. السؤال الأول لقيسنا الأقصر وهنشوف موضوع السؤال إيه. طبعاً لو الإجابة صح المباراة اتحسمت. ده بيسموه الحظ لما يحب يبتسم. تمام جوكر. رياضة إن شاء الله. سؤال في الرياضة إن شاء الله. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. رياضة. والسؤال هو ما هو النادي الفرنسي الأكثر فوزاً ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سيدات حتى عام 2021؟ أولمبيك ليون. ألف مبروك ألف مبروك عاطف حامد. طبعاً إجابة صحيحة. الأكبر فوزاً باللقب 8 مرات. عبد الحي عبد شوي عندهم الحظ ما كانش معاهم. إيسنا الأقصر ألف مبروك حققتوا مفاجأة إعجاز. طبعاً في التصفيات أنتوا كنتوا أعلى سكور وده ما جاش من فراغ. وأب شوي تاني أعلى سكور في التصفيات وقبل الماتش ده العكس كنت انتوا اعلى سكور اب شوي وانتوا تاني اعلى سكور. بص هو الحقيقه ده فاين ولكن بمنتهى الامانه عايز اقول ان النهارده مش يومكم. مش ده فرق المستوى. لا انا فاهم كويس قوي انا بقول ايه. ممكن إيسنا الأقصر تكسب. طبعا وارد طبيعي جدا او انتوا تكسبوا طبيعي جدا ولكن مش فرق السكور ده وده كله جاي من التواتر. ولكن أكيد الفيوم هتبقى فخورة بولادها وهم راجعين بكاس المركز الثاني. طبعا فريق أب شوي عايز تقولي حاجة؟ عايز تقولي إيه؟ بداية أنا عايز أشكر التيم كله فعلا لمجهوده معانا وتعبنا على مدار السيزون كله فعلا لأن إحنا فعلا تعبنا. وثانيا أنا عايز أشكر مستر معتز للتعب ومجهوده لينا سواء كان سفر أو جزء معنوي. وأشكر فارس.